الموضوع الثاني هو يسمونه فليب فلوب انبوت تيبل. احنا ماخذين الفليب فلوب طلاب بالمحاضرات السابقه وانا شارح لكم اياه، وايضا اذا طلاب اذا تتذكرون انه احنا طلعنا شنو علاقه الكيو 1 والكيو 2، يعني كيو ويا الكيو بار الكيو زائد واحد، ومستخدم يكون الانبوت دي او يكون عندي اس ار او يكون عندي تي او يكون عندي جي كي. انا شرحت لكم اياه هذا سابقا، فهذا مطلوب من عندكم التيبل. اما ترجعون على الطريقه القديمه شلون تطلعون الحاله السابقه والحاله التاليه باستخدام الدي فليب فلوب او باستخدام الاس ار او باستخدام التي او باستخدام الجي، او انتم تحفظون هذا التيبل هذا يمكم، انا ما لي علاقه. ولكن الطريقه انا شارحها سابقا شلون نطلع هذا التيبل، انا شارح لكم اياه سابقا الموضوع الفليب فلوب وممتحنين به ايضا. هنا هسه يقول نفس السؤال اللي كان عندنا احنا اللي حليناه، اي هذا اللي احنا اخذناه هذا المثال نفسه، يقول لك بمكان ما تستخدم الدي فليب فلوب اريدك تستخدم الجي كي. يعني هسه انا مكان ما استخدم الدي فليب فلوب لازم استخدم الجي كي. يعني انا شنو معناها استخدم الجي كي؟ يعني هنا مكان ما هاي المعادلة هسه هنا طلعت باستخدام الدي، اريد اني هذا الديزاين كان باستخدام الدي فليب فلوب، هسه اريد هذا الديزاين باستخدام من هو؟ باستخدام الجي كي. شلون راح نصممه باستخدام الجي كي؟ بابا احنا من السؤال السابق راح ناخذ هي المعادلة مالتنا التيبل بعد ما حولناه من الى ترانزيشن تيبل، من حولناه من اي بي سي دي الى باينري كود، وجبنا ماتل جي كي تيبل. شلون جي كي تيبل؟ من يكون عندي زيرو وراء زيرو شلون لازم يكون الجي وش يكون الكي. طبعا الدي احنا سابقا نقول عليه اكس، اعتقد ماك دونت كير، فما ياثر الرمز ان كان دي او اكس. هسه انا اجي شلون اطلع؟ اقول انا اذا طلع الجي 1 والكي 1، اجي اطلع الجي 1 والكي 1، عندي هنا الواي 1 والواي 2، عندي هنا اكس بالزيرو 1. اقول انا عندي 0 0 0 1 1 1 1 0، اريد اطلع ان من للجي 1 للجي 1 والكي 1، شلون اطلع؟ اجي اقول انا عندي 0 وعندي يطلع لي 0 0 0، من عندي 0 0 على التيبل هو 0 دونت كير، فاجي اقول هو 0 دي 0 0 0 دي 1 0، ف 1 0 هو دي 1 فدي 1 1 1 ال 1 1 هو دي 0 فخليت هنا دي 0. هذا ان من للواي 1 عم طلع جي 1 والكي 1، ايضا للواي 1 بالواحد فاقول 0 0 ما طول 0 0 اذا هو 0 دي 0 1 بال 0 1 طلع لي 1 دي بال 1 1 دي 0 و 1 1 دي 0. هسه انا ايش طلعت؟ طلعته هو 0 دي 0 دي دي 1 دي 0 0 دي 1 دي دي 0 دي 0. هذا المن للجي 1 والكي 1. هسه نفس العمليه اسويها المن للجي 2 والكي 2، ايضا اقول الاكس بال 0 1 وهنا الواي 1 والواي 2 بال 0 0 0 1 1 1 1 0 بالزيرو زيرو ايضا زيرو فهذا زيرو دي بالزيرو زيرو هذا الواي 2 زيرو زيرو الواي 2 زيرو 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 1. هسه شوفوا الواي 2 هنا اخذ زيرو زيرو بعدين اخذ زيرو 1، شوفوا اخذ زيرو 1 بالزيرو 1 هو 1 دي. ليش 1 دي؟ لان اخذنا زيرو 1. هسه ال 1 0 1 0 1 0 دي 1 1 1 دي 0، واضح؟ هسه 1 1 دي 0 1 0 ال 1 0 دي 1 0 1 0 1 1 دي 0 0 0 0 هو 0 دي. طلعنا منه هسه طلعنا الجي 2 والكي 2
واضح ولا؟ قارنا بين من وبين من؟ بين ال y2 وال y2، ال y2 وال y2، قبلها قارنا بين ال y1 وال y1، ال y1 ويا ال y1. طلعنا التيبلين، ولما طلعت التيبلين راح احوله الى كارنوف ماب. الكارنوف ماب اما اسويه عمودي او اسويه افقي، انت شنو اللي ترغبه؟ راح نسوي احنا هالمره عمودي، قبلها سوينا افقي. واضح؟ هذا هو ال x بال 0 1 وهذا ال y 1 وال y 2 بال 0 0 0 1 1 1 1 0. هسا انا اجي اطلع ال j 1، ال j 1 هو عباره عن 0 0 d d 0 0 d d 0 1 d d 0 1 d d. واضح ولا؟ فاذا هذا هو ال j 1. شنو المعادله مالته ال j 1؟ المعادله مالته منها هو x ومنا هو y2. طلعت ال j1، اطلع ال k1 بنفس المعادله. اجي اخذ ال k1، ال k1 هو d d1 0 d d1 0 d d0 0 d d0 0. اذا ايش طلع عندي؟ طلع عندي هذا هو ال k1. ال K1 هو هذا 0 1 لل X ومنها Y1 وال Y2 ب 0 0 0 1 1 1 1 0. أيضا طلع لي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن X بار X بار Y2. طلعت منه؟ طلعت ال J1 وال K1. طلعت ال J1 والكي 1. مين طلعناهم؟ طلعناهم من الكارنوف ماب، طلعناهم من الكارنوف ماب. شلون طلعناهم؟ قلنا احنا هذا نجي عوضنا، اخذنا هذا الحد الاول 0 0 دي دي عوضته، بعدين 0 1 دي دي 0 1 دي دي، اخذنا فقط هذا الحد. هذا الحد هو يمثل اكس واي 2 فطلعناه اكس واي 2. ال K1 ايضا عوضت هذا دي دي 1 0 دي دي 1 0 دي دي 0 0 دي دي 0 0. اخذنا هذا الحد، هذا الحد شو الثاني؟ الثاني X بار Y2. هسه اني اروح لل K2 ايضا 0 0 0 1 1 1 1 0، هذا لل Y1 وال Y2 وهنا ال X بال 0 1. اجي اخذ ايضا الجي 2 اللي هو من هو الجي 2 هنا 0 دي دي 1 0 دي دي 1 وهنا 1 دي دي 0 1 دي دي 0. ايش طلع عندي؟ طلع عندي هذا المقدار هو يمثل الكي 2 الجي 2 العفو الجي 2 الجي 2 ايش طلع لي؟ طلع لي هو عباره عن اكس بار واي 1 اكس بار y 1. ها هذا منه، وعندي هذا الحد ايضا الثاني زائد زائدا من هو x x y 1 بار. يعني ايش طلع عندنا؟ طلع عندنا y 1 اكسكلوزيف اور x. واضح ولا؟ خلصنا مين؟ من ال الجي 2. اطلع الكي 2، راح ارسم هنا الكي 2، هذا ايضا اكس واي 1 واي 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1، هو عباره عن دي 1 0 دي دي 1 0 دي دي 0 1 دي دي 0 1 دي. يعني صار عندي هذا المقدار وهذا المقدار، فمن اجي اطلعه اقول انه ال K2 راح يساوي X بار X بار Y1 بار زائدا X Y1 Y1 X، فمعناها انه هو Y1 exclusive or X هذا البار، يعني exclusive nor in من، يعني معناها ال K2 هو البار مال من؟ مال الجي 2، يعني العكس الجي 2، الكي 2 هو عكس الجي 2.
يعني اذا طلعت الجي 2 فقط اخلي له نوت اطلع الكي 2 وما يحتاج ارسم مرتين، واضح ولا؟ هسه اني طلعت المعادلات كلها، من طلعت المعادلات كلها ارجع للرسم. الرسم هو موجود عندنا بالكتاب مرسوم بالمصدر، هاي طلعناه، طلعنا جي 1 كي 1 جي 2 كي 2، طلعنا المعادلات وهذه هي الرسم الدائره. شوفوا الجي 2 والكي 2 ما عندنا المعادله، ايش خلينا؟ خلينا نوت. ليش؟ لان هنا احنا بالحال اصلا طلع هو عباره عن النوت مالته، فما يحتاج نعيده مرتين. واضح يا ماضح؟ هذا في حاله انه مكان ما نستخدم الدي استخدمنا الجي كي، مكان ما نستخدم الدي استخدمنا الجي كي.